سبعة نربي وسبعة نقدم وسبعة نصاحب. نربي يعني ايه؟ نربي يعني نوجهه الى الخير، ونغلط نصحح له بدون عقوبة. لا يا دي احنا مش قلنا كده ادب تربية. الادب انا وديت الاصول، لما يجي يقول له انا مش قبل سبك قلت لك كذا 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 أدب. وبعدين السبعة بقى التالتة هي دي بقى اللي فيها الخطورة، لان جد في نفس الواحد والوحدة شيء ما كانش موجود، اللي هي المراهقة والغريزة. فالغريزة هتخليه يعمل كده نقول له بقى قلل تواجده مع نفسه اولا، وقلل تواجده مع خرماء السوء. كل تعالي اقرا لي الجرايد، تعالي ازورنا لما نروح نزور فلان، تعالي تل وقتك كده. ان مرت السبعه بهذا الشكل لا يفسد واحد بعد الواحد وعشرين سنه ابدا. ولذلك قال اربه سبعه وادبه سبعه وصاحبه سبعه ثم اترك حبله على غريب ما عادش يحصل منه اي احنا ما بنعملش كده.